السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديسك لايف مجرد ان انت بتشغل ريفت عادي وتقول له جو لايف، فيبدأ ينقل لك البيانات لأوتو ديسك لايف بحيث تقدر تعمل رندر سريع. تقدر من فيوز هنا تروح اي فيو انت عايزه. اقدر هنا من ستايل اختار الستايل اللي انا هعمل رندر عليه بالشكل دوت. في اكتر من ستايل، تقدر تيجي هنا بيبول تقول له انا عايز البيبول اون او اوف زي ما انت عايز، تمام، بحيث ان هو ممكن يجيب لك الاشخاص لو هم موجودين في قلب اللوحه بتاعتك بيعمل لهم رندر. برضو ممكن تقول له انا عايز اختار شينج سكين، تقدر تعمل امبورت بيبقى الفيلتر بتاعها LVSC، وتقدر تلغي الملف الموجود دلوقتي واي ملف موجود هنا تقدر تقول له اوبن وتنقل بينهم عادي. ممكن بعد كده تقول له بابلش وتروح مدينه الملف هو يروح حطه على الانترنت ويديك الرابط بتاعه. وممكن اخر حاجه تقول له كويت وتقفل البرنامج.